السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في الميعاد ده بالذات زي ما لله الحمد والمنة تعودنا منذ سنوات، يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى هنلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. في الحلقات السابقة اتكلمنا على التصاقات الحوض وأسبابها وتأثيراتها وكيف تؤدي إلى تقليل فرص حدوث الحمل. النهاردة عايزين نعرض لحضراتكم موضوع جديد حديث بيتكرر كتير في الفترة الأخيرة، وهو موضوع انتفاخ الأنابيب. الموضوع ده أنا اتكلمت فيه قبل كده، لكن يبدو من ضمن الاتصالات اللي بتيجي أن الموضوع ما زال غير واضح. الأنابيب قناتي فالوب عضو حساس جدا، دقيق جدا، طولها حوالي 10 سنتي، قطرها 1 لـ 2 ملي، لها أهداب داخلية هي التي تقوم بالوظيفة المثالية لهذه الأنبوبة، إنها تدفع الحيوانات المنوية باتجاه البويضة، وتدفع البويضة باتجاه الحيوانات المنوية، والتخصيب يتم داخل قناة فالوب، ثم عندما تخصب البويضة فهذه الأهداب الداخلية تدفع البويضة المخصبة ناحية تجويف الرحم. أي التهابات تحدث في الأنبوبة، ولأنها عضو دقيق جدا، أول ما تحدث تتلف الأهداب الداخلية للأنبوبة، وللأسف الشديد أن هذه الأهداب لا يمكن رؤيتها ولا تشخيصها ولا تقييمها بأي وسيلة تشخيصية حتى اللحظة، وقد تتلف الأهداب وتظل الأنابيب نافذة، وبالتالي لا يحدث حمل. لكن في الدرجات المتقدمة من التهابات الأنابيب يحدث انسداد في الأنابيب، ومعظم للأسف الشديد التقييم للأنابيب بيقيمها هي نافذة أم لا، فإذا كانت سلكة أو نافذة بنعتبر أنها جيدة، فإذا كانت مسدودة بنقول أنها لا يحدث منها حمل. لكن ليس كل الأنابيب النافذة معناها أنها جيدة ويحدث منها حمل. لكن الأنبوبة اللي فيها انسداد، فيها ضيق، فيها اختناق، أي من هذه الألفاظ، قد لا يحدث منها حمل، لأنه في مشكلة ميكانيكية، إن الأنبوبة دي مش سلكة إنها تلتقط البويضة أو يمشي داخلها الحيوان المنوي أو يحصل بداخلها التخصيب. فإذا حدث انسداد في الأنبوبة فالأنبوبة لن تصلح لحدوث الحمل. حالات انسداد الأنابيب قد يمكننا تسليك الأنبوبة دي، استعادة نفاذيتها عن طريق تدخل جراحي بسيط، وهو يتم بالمنظار غالبا. لكن إذا كانت الأنبوبة فيها انسداد فهذا يختلف اختلاف كلي وجزئي في تقييمها عن الأنبوبة اللي فيها انسداد وانتفاخ أو تجمع مائي أو تجمع سوائل أو قيلة مائية أو ما يطلق عليه أطباء الحقن المجهري ارتشاح في الأنابيب. الفرق بينهم ايه وبنقيمهم ازاي ونشوف الفروق بينهم والفروق في التعامل معهم، ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم خلال الحلقة دي من خلال صور او خلال الحلقات القادمة اذا لم يسمح الوقت، لكن هناخد ده بين الاتصالات التليفونية، وهنتكلم عن المشاكل الانابيب في الحلقة الحالية والقادمة. لكن معنا اول اتصال تليفوني، اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا بيك، اتفضلي. الله فيك وفي علمك يا دكتور. ربنا يخليك، متشكر جدا، اتفضلي. لو سمحت انا كلينا ليها عند حضرتك الصفرين، هسالهم واسمع رد حضرتك في التلفزيون ان شاء الله. اتفضلي. عندها 8 سنين دلوقتي. ايوه. في وسيله 2 سنين وبعد كده ما حصلش حمل، فرحت كشفت وعملت تحليل انا وجوزي واشعه بالصبغه كل حاجه مظبوط. الدكتور قال لي دلوقتي تعملي حقن مجهري او تعملي منظار. بس انا دلوقتي عندي 30 سنه. مخزون المبيض بتاعي 2.7. تمام. مش فابدا بانهي بالنسبه لي احسن دلوقتي؟ ده السؤال الاول حضرتك يعني. حاضر. السؤال الثاني ان شاء الله، انا كان عندي واحده قالت لي ان برضه نفس حالتها زي كده، بس راحت لدكتور يعمل لها حقن وقلقتني يعني، فقالت لي ان الحقن يعني ما ينفعش عشان انت ما عندكيش بويضه بتنضج، مع اني مخزون المبيض كويس بس في بويضات بتنضج ومع حقن ما ينفعش. وبعدين انا رحت اكتشفت بعدها بفتره، فالدكتور قال لي في اليوم السادس
ان البويضه بتاعتي حجمها حوالي 12 او 15 حاجه زي كده يعني، بيقول لي بويضتك كويسه، فانا كنت عايز اسال بس حضرتك في الحته دي. متشكره قوي جدا. حاضر. هو السؤال الاول واضح، السؤال الثاني كده فيه يعني تفاريع كتير، لكن السؤال الاول واضح ومحدد. اذا كان ما تقوليه صحيحا، واذا كان التشخيص صحيح ان ده تاخر حمل مجهول السبب، متى نقول ان الست عندها تاخر حمل مجهول السبب؟ اذا مر عليها 3 سنوات او اكتر من عدم حدوث حمل، او 2 سنين او اكتر من عدم حدوث حمل اذا كان سنها اكبر من 32 سنه، لان لما السن بيتقدم بنختصر المدد، او سنه او اكتر من عدم حدوث حمل لو سنها فوق 35 سنه، يبقى التعريف بيتغير طبقا للسن. لكن 3 سنوات او اكتر من عدم حدوث حمل دون وجود سبب واضح. يعني ايه دون وجود سبب واضح؟ يعني عملنا الفحوصات المبدئيه واتضح ان كلها كويسه، اللي هي فحص الهرمونات بالنسبه للسيده، وفحص تحليل السائل المنوي للزوج، والاشعه اللي بالصبغه، واتعمل متابعه للتبويض، وتقييم للبويضات، واتعمل محاولات لاحداث تنشيط بسيط للتبويض، واتعمل محاولات لايام محدده للجماع. اذا استنفذنا ده خلال 2 سنين ولم يحدث حمل، بقى اسمه تاخر حمل مجهول السبب. في مدرستين للتعامل مع تاخر حمل مجهول السبب زي ما حضرتك قلتي. مدرسه عمل منظار لبيان سبب عدم حدوث الحمل، وبالتالي المنظار بيرى ما لا يراه غير المنظار، فإذا عرف السبب بطل العجب وبقينا بنعالج سبب محدد. هذه التقنية تقنية تبحث عن حدوث حمل طبيعي وتبحث عن سبب حدوث الحمل المجهول السبب، تحاول أن تفسر له سببا عشان إذا لقينا سبب نبقى بنعالج السبب ده. البديل الآخر إن الناس تقفز فوق الأسباب بغض النظر السبب، مش عايز أعرف السبب، أنا عايز أحمل وخلاص، أروح أعمل حقن مجهري. التقنيتين معترف بهم في التعامل مع حالات تأخر حمل مجهول السبب. تقنية المنظار نبحث عن سبب لنبحث عن علاج لفترة، فإذا لم يحدث يجب اللجوء للحقن المجهري. اللجوء للحقن المجهري محاولة لإحداث الحمل بغض النظر عن الأسباب إيه. الفريقين كل واحد فيهم له ميزاته وعيوبه. الكفة الأرجح إيه؟ إحنا بنقول إيه؟ لما تبقى الست سنها صغير زي سن حضرتك، مخزونها من البويضات كويس، وبالتالي عندنا ومدة عدم حدوث الحمل ما هياش مدة طويلة. يعني لو واحدة بنفس كلام حضرتك بس سنها 37 سنة أو المخزون قليل، أو بقالها 12 سنة من تأخر حمل مجهول السبب، كانت الكفة الأرجح هو اللجوء للحقن المجهري. أما لما تبقى الست سنها أصغر ومخزونها كويس والمدة ما هياش طويلة قوي، يبقى عمل منظار عشان بيان سبب عدم حدوث الحمل، وإذا عالجناه حدث حمل، فإذا لم يحدث يتم اللجوء للحقن المجهري، قدامنا وقت وبراح. وبالتالي أخذ أي من الفريقين ما هواش غلط. يعني لو حضرتك اخترت أنك تعملي حقن مجهري ده مش غلط، لكن في حالة حضرتك الكفة الأرجح هو اللجوء للمنظار، فإذا لم يحدث اللجوء للحقن المجهري. أما بقى الكلام التاني بتاع ما ينفعش تعملي حقن وبويضاتك وبويضاتك، لا، يعني الكلام مشوش كده ومش واضح ومش علمي. وبويضة بالحجم 10-11 ملي في اليوم السادس السابع بويضة جيدة، لكن ليس كل ما يرى على السونار زي ما بقول دايما بويضات، يجب تقييم ده بتحليل الهرمونات لبيان دي بويضات ولا لا. ده بالاختصار كده يعني. نشوف كده في أي اتصال تليفوني آخر. اتفضل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا اسراء. لو سمحت يا دكتور انا عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، هل تحليل الحمل الرقمي ممكن يدلل لجوده الحمل من عدمه؟ نعم. السؤال نعم، الاجابه بقول واحدا نعم. السؤال الثاني، لا مش سامع. لو الدوره ما بقالها 45 أنا سمعت الدورة بقى لها 45 يوم بعدين الصوت راح. إيه هو الرقم المثالي اللي المفروض عليه الحملة عشان أعرف إن الحملة كويس؟ لو الدورة عدى عليها 45 يوم متأخرة؟ أيوة، إيه هو الرقم المثالي اللي أقدر يعني هو مثل الحمل الرقمي أقدر أقول إن ده كويس؟ نفس اليوم اللي نزلت فيه الدورة السابقة، لازم هرمون الحمل يبقى 500 فيما فوق، ويا ريت يقترب من 3000. إذا عدت عدة أيام بعد تأخر الدورة لازم التحليل يعدي 3000، 45 يوم ده لازم التحليل يعدي 20000، وكلما ارتفع كلما كان أكثر جودة. تمام؟ واضح أهو، بجاوب بسرعة. تمام؟ مش هو حضرتك الدورة بقالها 45 يوم والتحليل لقيته 3932. ما هو التحليل ده بناءً على الكلام اللي أنا قلته مش مناسب، لكن الحمل لا يحكم على جودته بتحليل واحد، يجب إعادته عشان أهم من الرقم هو معدل الزيادة.
هل معانا اتصال آخر؟ اتفضلي يا شيماء. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. أنا متجوزة ليا 2 سنين ومحصلش حمل، عندي 28 سنة. رحت الأربع دكاترة قبل كده كلهم يقولوا لي ما عندكيش أي حاجة، فيش غير دكتور أخرانية قالت لي عندي نسبة تكاثر بس من درجة بسيطة. ثانية يا فندم، بناء على ايه قالوا ان ما عندكيش حاجة؟ بناء على الكشف اللي هو لا كشف قيمة له. الطب. تمام يا فندم. اخر دكتور رحت لها عملت لي تحاليل، هو عملت لي اللي قلت لها ان جسمي زاد 100 كيلو، فقالت لي خلاص اعملي تحليل غده التي 4 والتي 3 والاس اتش. قالت لي يعني بقى حضرتك وزنك زايد 100 كيلو وكل الدكاترة اللي رحت لهم بيقولوا لك انت حلوة كده وكويسة. قالوا لي ما عندكيش اي حاجه خالص، كانوا يدوني جلوكوفاج، فكان انا عرفت من كلام حضرتك كنت متابعه حضرتك على طول ان بتاخد جلوكوفاج وبقى عندها نسبه تكيسات. لا انا ما قلتش نسبة، قلت تكيس مبايض. نسبة دي حضرتك ومن رحتي له بيقولها، انا ما قلتش كلمة نسبة دي. حضرتك هو البني ادم اللي ما عندوش حاجة بيتكتب له علاج؟ لا طبعا يا فندم، ما طيب انا ولما نكتب علاج لبني ادم احنا بنقول له ان ما عندكش حاجه، يبقى في احتمال من اتنين، لو في احتمال تالت حضرتك قولي لي، في احتمال من اتنين، نكتب علاج لشخص احنا بنقول له ما عندكش حاجه. يبقى احنا عايشين في وهم بنعالج الوهم، وازاي نكتب علاج لبني ادم ما عندوش حاجه؟ او تمام الاحتمال التاني ان احنا ما بنقولش الحقيقه، ان هو عنده مشكله واحنا مش بنقول له الحقيقه. في احتمال تمام تالت حضرتك فكري كده، في احتمال تالت ان بني ادم يقال له انت ما عندكش حاجه ويتكتب له علاج، في احتمال تالت؟ لا طبعا ما فيش اي احتمالات طيب تالتة هو عشان الاحتمال رقم مرتبطين اتنين بالكامل. هو الحقيقي. تمام تمام؟ يا فندم. بس في عدتني جلوكوفاج قلت لي هنتابع مع بعض منشطات، وهو بقيت حضرتك متابعة. الجلوكوفاج ده مش ده علاج، ده علاج لتكيس المبايض، تمام؟ طيب مش بس لتكيس، علاج انا مش تكيس حضرتك. المبايض ما هواش الجلوكوفاج، ده خطوة رقم اتنين. الخطوة رقم واحد هو فقد الوزن، وقبل ما نقول خطوة واحد أو الخطوة اتنين في العلاج يجب أن يكون هناك تشخيص، والتشخيص بتحليل، لأن مرض تكيس المبايض خلل هرموني، والتحليل ليس تحليل الغدة. ما انا عارفه، بس ما هي ما جاتليش اعملي اي أيوة يا تحليل. فندم أنا عارف، تمام حضراتكم في الأرياف الأطباء لما يلاقوا حضرتك ابتديتي تفقسي الموضوع كده، انتوا ما بتعملوليش تحليل ليه؟ بناء على ايه بتدوني علاج؟ هيطلبوا من حضرتك تحليلين او واحد منهم، وانا بقول اهو لستات كتير روحي اعملي تحليل الغده وتحليل هرمون اللبن، وبعدين يبصوا فيهم يقولوا لك حلوين. هم بيطلبوا التحاليل اللي عارفين انها هتطلع كويسه. تحليل ليه؟ هرمون اللبن ايوه وطلع انا متاكد، متاكد ان هو اللي الطلب كده، انا مستعد احكي لك. الطلب تحليل الغده والطلب تحليل هرمون اللبن، وبعدين يقول لك ايه؟ كويسين. بس التكيس المبايض بتشخص بتحليل اسمه اف اس اتش ولا اتش. ما اتطلبوش مني. ايوه ليه ما اتطلبوش؟ لانهم هيبان فيهم خلل. طب هم ايه المشكله ان يبان فيهم خلل؟ ان هيبقى تحت ايد حضرتك ورقه ودليل اكيد ان عندك مشكله، هم عايزينك تبقي لا تمتلكي هذا الدليل. تمام يا فندم. تمام؟ وبالتالي يجب على حضرتك عمل ايه؟ الذهاب الى طبيب متخصص يقول الحقيقه وكلام علمي صادق لا مراوغة فيه. تمام. انا الدكتورة قالت لي تخسي حتى لو 10 كيلو ده هيفرق معاكي، وبالفعل انا خسيت ال 10 كيلو، بس دايما الدكتور بحس بانقباضات مستمرة في الرحم عندي، ودايما بحس بيها على طول يعني، وساعات بتصاحب بألم. فلما قلت لها لا ده عادي، فانا مش عارفة صح ده عادي ولا لا حضرتك. ده لا أحكم عليه أنا، ده يحكم عليه من يجري لحضرتك سونار مهبلي. طيب تمام. هي قالت لي تاخدي منشطات فتره تانية، بس انا لما اخدت منشطات الفتره الاولى تعبت جدا، يعني فانت شخصت حالتي قبل كده قلت ان هي تبقى زي المشلوله على السرير، وده اللي حصل لي فعلا، كنت زي المشلوله على السرير. قالت لي ده حصل لك فرط تنشيط. ايوه يا فندم. ليه حصل لك فرط تنشيط؟ ما لان انا مش حضرتك قادره مريضه بقالي كتير. تكيس مبايض، كويس؟ يبقى تمام يبقى يبقى ما قيل لحضرتك قبل كده خطا. ادي واحد. اتنين، طب اقدر مريضه تاني تكيس تاخد معايا مبايض، المنشطات؟ مريضة تكيس مبايض من درجة ليست بسيطة. ثلاثة، مريضة تكيس مبايض من درجة ليست بسيطة تم إعطائها منشطات قبل ضبط الخلل الهرموني. أربعة، مريضة تكيس مبايض من درجة ليست بسيطة إعطائها منشطات قبل ضبط الخلل الهرموني دون متابعة للتبويض بعمل تحليل اسمه هرمون الاي 2. فكل الأربع خطوات دول موجودين، عشان كده حصل فرط تنشيط.
انا اسفه الدكتور نسيت اقول لك على حاجه، هي عملت لي بطبعه تبويض وطلعت ثلاث بيضات الاول ما يرى على الصونار هي اكياس، في الاغلب قد تكون اكياس فارغه وليس الحكم انها بويضات الا بالتحليل اللي انا قلته. تمام. طيب اتفضلوا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك مدام مريم. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور والنبي ترد عليا، انا عندي تكاليف المبايض وبقالي 7 سنين متاخره في الانجيل. ايوه. خدت منشطات كتير بس ربنا كرمني وحملت لوحدي بقالي 45 يوم. كويس. بعد ما حصل حمل اول ما عملت التحليل اختبار في البول واختبار في الدم طلع حمل، كشفت على 35 يوم بين الكيس في السونار، وحاليا بقالي 40 يوم بس بيقول لي الكيس ما بيكبرش، فانا مش فاهمه يعني هو كده كلامه صح ولا لا. طب وازاي انا اعرف اللي هو شافه؟ يعني ده واحد شاف كيس حمل فبيقول لك كيس الحمل ده صغير كبير بيكبر، قلت له ايه رايك؟ ما هو انا ما شفتش. ها، من راى عرف ومن عرف قال. تمام ماشي يا دكتور، بس هو الحمل ظهر جوه الكيس حاليا، بس هو بيقول لي نبض ما دخلوش، يعني هو دلوقتي عظيم مره اخرى حضرتك. انا شفت الكلام ده؟ لا يا دكتور. اي كيف احكم على من ما اراه؟ انا اذا رديت على حضرتك اي رد حضرتك هتقولي ايه وعرفت منين؟ يعني قلت لك الحمل ده كويس جدا تقولي عرفت منين، اقول لك الحمل ده سيء جدا تقولي عرفت منين، فانا اقول لحضرتك كيف يعرف الحمل جيدا او غير جيد، وبعدين حضرتك تتبعي ده للمرة المئة ألف للحكم على حمل أنه جيد أو غير جيد، يجب عمل اختبار حمل رقمي في الدم، 2 سونار مهبلي، 3 عند طبيب جيد متخصص يقول الحقيقة، 4 تكرار الثلاث خطوات دول بعد عدة أيام، اختبار حمل في الرقمي في الدم النهاردة ثم بعد عدة أيام يكرر، سونار مهبلي النهاردة وبعد عدة أيام يكرر، سونار مهبلي عند طبيب يقول الحقيقة. إن شاء الله لما تعملي الخطوات دي يقوم اللي يتابع الحالة ويشوفها بالسونار يقدر يحكم حكم دقيق هو الحمل ده كفاءته إيه. مديني ديفاستون ده كده صح؟ حضرتك ده مثبت، ما هوش صح وما هوش غلط. مفيش منه. أنا أقصد الديفاستون يعني كويس لتكيس الموبايل. ما هوش يعني مفيش حاجة اسمها كويس لتكيس الموبايل، هذا مثبت. دوره إيه؟ دوره إن الدكاترة تريح دماغها، يعني إيه؟ يعني دور المثبتات دي حضرتك فاكره دلوقتي اداني مثبت فالحمل هيبقى كويس، فهتيجي مثلا الاسبوع الجاي تقولي وازاي الحمل بقى مش كويس وهو مديني مثبت؟ طب حضرتك اكتب لي مثبت اقوى، طب اديني مثبت احسن، مفيش مثبت بيحيي ميت، دور المثبتات دي مكتوب في كتب الطب ايه؟ دورها الوحيد انها تريح دماغ الدكاتره، يعني ايه تريح دماغ الدكاتره؟ يعني السيدات زي حضرتك معتقدات ان المثبتات دي هي اللي بتثبت الحمل وهي اللي بتخليه كويس، فالمثبتات لا دور لها، والمثبتات لا تحيي ميتا، والمثبتات لا تحسن حمل، امال دور المثبتات ايه؟ ان الست وهي خارجه نقول لها الحمل كويس تعالي بعد كده، ايه ده يا دكتور؟ مفيش كده حاجه بالروشته اللي انا دفعتها، بالفلوس اللي انا دفعتها، تكتب لي اي حاجه، اي تثبيت كده من عندك، طب اهو مكتوب في كتب الطب كده، دي دورها ان تريح دماغ الاطباء من جدال السيدات، اما المثبتات دي اخترعت في الطب من 20 سنة. ها قبل ال20 سنة دول كانت الستات بتحمل؟ نعم. وبتولد؟ اه. والحمل بيكمل؟ اه. والحمل بيبقى كويس؟ اه. دور المثبتات ايه؟ ان نريح دماغنا. تمام؟ طيب المثبتات بقى ليها دور في اللي حملها بينزل دم وفي مشاكل ومش عارف ايه؟ اه قد تحسن، قد حتى دي كمان مشكوك فيها. تمام؟ دور المثبتات هو اراحة دماغ الاطباء من جدال السيدات. لكن مفيش حاجة اسمها مثبت حلو ومثبت وحش وثبت لي قوي وثبت لي نص نص وإيه رأيك ده مناسب وده يفيد في الحالات دي. الحمل الكويس هيكمل لحاله لوحده دون تثبيت، وهذه المثبتات تمام دورها الوحيد هو اللي قلناه مش عايزين نعيده تاني. والاطمئنان على جودة حمل يجب عمل اختبار حمل رقمي في الدم وسونار مهبلي عند طبيب جيد ويقول الحقيقة وتكرارهم بعد عدة أيام. عندنا اتصال اخر. اتفضلي. يا دكتور انا بقالي 4 سنين متجوزه وحملت 3 مرات. ده شيء جميل. والحمل الاول جبت طفله ولدت في الشهر التاسع عادي ونزلت فيها ثقوب في القلب وتضخم في القلب
ومشاكل في القلب يعني كتير، وقعدت شهر أو شهر ونص وتوفت. وهو المشاكل دي ما كانتش الكتير دي، ما كانش حد اكتشفها ولا جزء منها أثناء متابعة الحمل؟ لا لا مفيش أي حاجة هو ظهرت حد خالص. ما حدش طلب من حضرتك إنك تعملي سونار رباعي الأبعاد في الشهر الخامس اللي هو عمل روتيني يجب أن يجرى لكل سيدة حامل؟ لا أنا عملته في أول حمل وفي تاني حمل، أول مرة اتوفت وما طلبته وقالوا كويس. لا يعني في أول حمل عملتيه وما اكتشفوش ولا مشكلة من مشاكل القلب دي؟ طيب يا فندم، وتاني حمل برضه حضرتك المركز وعملته. ده مش مركز كويس، لأن المشاكل القلبية من المشاكل اللي يمكن اكتشافها بسهولة في مركز حقن مجهري، في مركز سونار رباعي الأبعاد جيد. وتاني حمل برضه عملته، هي الطفلة الحمد لله كويسة بس عندها مشاكل يعني، ما توفتش وموجودة دلوقتي عندها 5 شهور، والثقوب هي ثقوب بسيطة غير الحمل الأول يعني، وراحت الحمد لله. بس كنت عملت برضو السونار دوت وما ظهرش فيه حاجة. الثقوب البسيطة ممكن السونار ما يدركهاش، بس السونار الثقوب البسيطة اللي السونار ما يدركهاش غالبا ما بتبقاش مؤثرة على حياة الطفل زي ما حصل وحضرتك بتحكي كده. طب أنا عايزة أعرف حضرتك إيه الأسباب، لأن محدش بيجاوبني يعني لأن لا أعمل إيه يوجد طيب؟ أسباب علمية واضحة لثقوب القلب وتكرارها إلا سبب واضح واحد، هو السيدات المصابات بداء السكر أو اللي سكرهم بيرتفع أثناء الحمل أو عندهم استعداد وراثي للسكر، ففي علاقة وثيقة بين السكر وبين ثقوب القلب. لا هو الضغط بس اللي بيعلى، في السكر علاقة لا. وثيقة بين السكر وبين ثقوب القلب، وبعيدا عن هذا لا يوجد سبب علمي واضح لحدوث مشاكل وتشوهات تكون الأعضاء القلبية. طب ما فيش حاجة أعملها طيب يعني إذا كان إني لا يوجد أعرف؟ سبب فبالتالي لا يوجد علاج. شكرا. العفو، بالتوفيق إن شاء الله، يا رب ما يتكررش أبدا. تمام. أي سيدة يحصل لها مشاكل في القلب، المتهم الأول هو ارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل ويجب استبعاد ده، وحضرتك أنا قلت لي لا مفيش، فما رضيتش أدخل في الجدال عشان أقول لحضرتك أنه يجب عمل تحليل اسمه منحنى سكر للسيدة دي وهي حامل، فإذا كان ده لم يجرى فكل ما يقال بواسطته أن الست دي ما عندهاش سكر حمل هو تشخيص خاطئ، فهو التشخيص اليقيني هو إجراء تحليل اسمه منحنى السكر في الدم أثناء الحمل بدءا من الأسبوع 16 للعشرين. معنا اتصال تليفوني آخر، تفضلي يا فندم. السلام حضرتك عليكم. عليكم السلام، مصرة تسمعي صوتك في التلفزيون كده الاتصال هينقطع، تفضلي. الدكتور ايوه يا فندم، حضرتك على الهوا، اتفضلي اتكلمي، خدي نفسك كده واتكلمي. انا متجوزة. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا يا دكتور جيت عندك، سامعني؟ ايوه اتفضلي. معانا اتصال تليفوني. يا جماعة أول ما تخشوا على الهواء لو سمحتوا تقفلوا التلفزيون علشان ما يحصلش خطأ تقني وفني يؤدي إلى انقطاع الصوت. معانا اتصال تليفوني آخر، اتفضلوا. ألو. أيوة فندم. حضرتك أنا كنت بكلمك دلوقتي، أنا بقول لك آخر دورة كانت عندي يوم 25 في الشهر. ألو. أيوة فندم. ودلوقتي حضرتك انا ما جاتنيش الدوره، هي تجيني كل 25 يوم، هل دلوقتي انا حامل حضرتك ولا انتظر منها ما يجي ميعادها الاساسي؟ الله يعلم يا فندم، الحمل لا يعرف بان حضرتك طب حضرتك تساليني. انا لو عملت اختبار دم هيبان في الدم، يا فندم واختبار المنزلي ما بانش. يبقى ما فيش حمل في الاغلب، لكن اختبار الدم اكثر دقه، لكن الحمل بيعرف بعمل اختبار حمل وليس بسؤالي، واختبار الحمل في البول اقل دقه من اختبار الحمل في الدم، لان اختبار الحمل في البول بيبقى موجب لما يبقى مستوى هرمون الحمل في دم السيده 50 فيما اكتر، اما طب اختبار حضرتك الحمل انا ليا 4 شهور بتجيلي كل 25 يوم يعني يا دلوقتي مدام، يا مدام حضرتك كلمتيني لمده 10 20 30 ثانيه، في نفس التوقيت ده حضرتك لو رحتي عملتي شكه دم في المعمل هيقول لحضرتك موجب ولا سالب في نفس هذا التوقيت.
فهو ده الأكثر دلالة، الحمل يعرف بعمل اختبار حمل، ليس بأعراض، وليس بتأخر الدورة، وليس بسؤال دكتور، وليس بإن أنا بيتهيألي، وليس بإن أنا حاسة كذا. الحمل يعرف باختبار حمل. اختبار الحمل في البول له حساسية، لأنه بيستجيب ويلقط إن فيه هرمون حمل. لما يكون هرمون الحمل في الدم ما بين 25 ل 50، فالكمية اللي نازلة في البول تبقى كافية لإحداث أثر إيجابي في البول. أما اختبار الحمل في الدم أكثر حساسية، لأنه بيلقط هرمون الحمل لما يكون مستوى 5-10، ما بين 5-10، ويقول إن هو موجب، يعني تقريبا خمس الكمية اللي بيلقطها هرمون اختبار الحمل في البول. وبالتالي اختبار الحمل في الدم قد يكون إيجابي قبل عدة أيام من أن يكون اختبار الحمل في البول. والحمل يعرف باختبار حمل، واختبار الحمل يجرى في الموعد المتوقع لنزول الدورة. واختبار الحمل في البول أقل حساسية من اختبار الحمل في الدم. واختبار الحمل في الدم ما فيهوش حاجة اسمها ويك بوزيتيف اللي بتطلعها بعض المعامل. تمام، ده بالاختصار كده. هل معنا اتصال آخر؟ تفضلوا. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. الصوت مش واصل لي. ألو. أيوة. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. كنت عايزة بس أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني، هل اللولب الهرموني يجيب نتيجة في بطانة الرحم السميكة أكتر من الاسترونات، حتى لو بنسبة كبيرة منها يعني؟ والسؤال الثاني، هو ممكن استئصال الرحم اثناء ما اكون باخد هرمونات؟ يا فندم السؤال الثاني الاجابه عليه مباشره نعم، يمكن استئصال الرحم في اي وقت. السؤال الاول، هذه ادويه لها نسبه نجاح ونسبه فشل، قد ينجح هذا وقد يفشل هذا وقد يفشل هذا، دي محاولات. تمام، وبالتالي مفيش حاجه اسمها اكيد، ومفيش حاجه اسمها ان انا كل اللي حضرتك بتقوليه ده محاوله من بعض الاطباء لتاجيل قرار استئصال الرحم. لتأجيل قرار استئصال الرحم أو تفادي. لكن هذه الخطوات قد تنجح وقد لا. تمام، على أساس إن هو موضوع، يعني حاجة موضوعية. أيوة يا فندم، وحد قال لحضرتك إن دي ميزة عن العلاجات، ده له نسبة نجاح وده له نسبة نجاح. المشكلة مش في كده، المشكلة في الشخصية التي ترفض انها تعمل استئصال رحم، رغم ان في بطانه سميكه، ورغم ان حد قايل لها ان دي حاجه مقلقه، ورغم ان حد قايل لها ان ده احتمال يبقى في نشاط زايد في بطانه الرحم، ورغم ان حد قايل لها ان النشاط الزايد ده قد يتطور الى اورام غير حميده. هذه هي المشكله. المشكله من نصب نفسه قائدا للعمليه الطبيه وهو ليس ذو خلفيه طبيه. مشكله في ده. تمام، معانا دكاترة اللي بيقولوا لي كده. ايوه، لان حضرتك بتملي عليهم كده، لان حضرتك بتزق لهم ده، فهم بيعملوا اللي حضرتك عايزاه. ومع ذلك هذه محاولات، نرجو من الله ان تكلل بالنجاح، لكن مش هقدر اقول لحضرتك ان ده احسن من ده، فتروح حضرتك تركبي ده وبعدين تقولي الله ده ما ينفعش. لا، ما هو ده قد ينجح وقد لا، وهذا قد ينجح وقد لا، ويجب قبول ان هناك نسبة نجاح ونسبة فشل. الستات بقى اللي هي ايه زي كده، انا عايزه لا ينجح ضروري وتركبوا لي ده، وبالتالي البطانه هتبقى بتروح وما اشغلش بالي وما اروحش اتابعها تاني ولا يفرق معايا. لا طبعا، دي حاجه مقلقه. سيده سنها 35 سنه فيما فوق، عندها سمك شديد في بطانه الرحم، هذا شيء مقلق، هذا شيء ينذر بان في نشاط زايد في بطانه الرحم، والنشاط الزايد في بطانه الرحم هي المرحله الاولى لتكون اورام غير حميده في بطانه الرحم، وهذه المرحله يجب مجابهتها، ومجابهتها بطرق، بعلاجات هرمونيه، والعلاجات الهرمونيه تحتوي على هرمون البروجستيرون، وهرمون البروجستيرون في طريقين لاخده، طريق عام زي الاقراص اللي حضرتك بتاخديها بالفم اللي حضرتك بتقولي عليها، وطريق موضعي زي ده. لكن هذا العلاج الهرموني اللي هو بهرمون البروجستيرون، سواء الموضعي باللولب الهرموني او العام بالاقراص اللي حضرتك بتاخديها، له نسبه نجاح وله نسبه فشل، ولا يمكن التنبؤ بمن ستنجح ومن ستفشل. ويجب قبول ان هذا العلاج قد ينجح خيرا وبركه، ويتابع الموضوع، فقد ينجح لفتره ويرتد تاني المشكله،
وقد يفشل العلاج، وساعتها يجب قبول استئصال الرحم لأنه هو الحل الذي ينهي هذه المشاكل، فينهي القلق من البطانة ومتابعتها والنزيف اللي بتعمله واحتمالية انقلابها لأورام غير حميدة ولأخره. لا، فهو الحل الجذري، لكن هذا الحل الجذري بعملية كبرى، فكل اللي حضرتك بتعمليه ده أو بتسألي عليه هو محاولات لتأجيل القرار بهذه العملية أو لتفاديها لمرحلة ما، ثم بعد ذلك نتحدث في إذا لم يحدث استجابة يبقى ساعتها استئصال الرحم بقى شيء مطلوب وحتمي، لأن العلاجات اللي قبل كده استنفذت أو فشلت لأنها يجب قبول أنها لها نسبة فشل. طيب، هل معانا اتصال آخر؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، وصل الاتصال من قبل مطلوب، اتفضلي يا فندم. أنا عندي قطعة تليفون. لا أنا مش سامع وحضرتك بتكلمي بسرعة شديدة، بهدوء كده. أنا عشان... عندي قطعة تليفون دلوقتي. أيوه. متجوزة من حوالي 5 سنين. أيوه فندم. سامعني يا دكتور؟ أيوه سامع حضرتك. متجوزة من 5 سنين وربنا كرمني بولد. أيوه. ولدت في أول يوم في الكافة الحمد لله. الحمد لله. بعد كده الولد كان عنده 6 شهور. ربنا كرمني بحمل تاني برضه من غير ما اروح اي دكتور ولا اي حاجه خالص. الحمل الاول والتاني يا دكتور من غير عندي ربنا، اتجوزت قعدت 3 شهور شمله، جبت الولد الاولاني. بعد كده عندي 5 شهور الولد الاولاني، كنت حامل تاني من لقاء واحد بس بيني وبين زوجي يعني حضرتك. وحملت على طول برضه. سامعني يا دكتور؟ ايوه سامع حضرتك، بس عايز اعلق ان كله من عند الله، وعايز نتجاوز ان في ولدين سمعت جم خلال 6 شهور بدون ما اروح لدكاتره الوحشين اللي هم الدكاتره اللي بيعذبونا، وانا كانت خصوبتي عاليه. مقصدي كده حضرتك. انا ربنا كرمني بالحمل الثاني، كان كنت ولدت في اول يوم في الثاني وعايز اتوفى عشان كان عنده مشاكل في الجوع، ما كملش كده. انا كملتش. كان عنده مشاكل في ايه؟ الرئه ما كانتش كامله حضرتك. ما هو يا فندم الطبيعي ان لما حضرتك تولديه في الثامن تبقى الرئه ما كملتش، هيش المشكله ان الرئه ما كملتش ان ولدته في الثامن، المشكله ان ولدته في الثامن. تمام ماشي الحمد لله. هو توفى يا دكتور، كنت في التامين الساحل، واقف تامين الساحل الموظفه. فحضرتك كنت تبعك، كنت والده قيصري، قعدت تقريبا سنه ونص ما فيش حمل ثاني، كنت عايزه حمل عشان والده قيصري. ايوه ماشي يا دكتور. والسنه اللي فاتت كنت حامل الحمل الثالث، كنت مستعجلة عليه، أخدت كلوميد مرة والتانية كنت حامل السنة اللي فاتت حضرتك. أيوه. أول يوم في الحمل، أول يوم في الثالث نزل عليا زي ما حضرتك. رحت للدكتور قال لي كيس الحمل صغير ما ينفعش يكمل. طبعًا خدت حقنة مثبتة مفيش فايدة فيها، الحمل نزل فعلًا. ثانية واحدة بس، إحنا حضرتك كنا من شوية بنقول وبنأكد المثبتات لا تحيي ميتًا، مثبت إيه اللي هيتاخده كيس حمل مش نافع؟ المهم اتفضلي. طب الحمل حضرتك نزل مني حضرتك في تقريبا نزل مني في نص 4. طبعا في التامين الصحي طبعا قعدت حضرتك ما بين التامين هنا والدكتور يقول لي اعملي حق عمليه تنظيف، يقول ده لا مش مستاهله تنظيف. قعدت حوالي 20 يوم ومش عملت عمليه تنظيف. 20 يوم في بواقي من الاجهاض جوه الرحم وبتنزف ومحدش نزلها؟ لا بص، انا في دكتور يقول لي مش مستاهله عمليه تنظيف. ايوه لا ثانيه واحده، مستاهله او مش مستاهله؟ الاجابه نعم، كان في بواقي. ايوه الاجابه نعم، كان في بواقي، كان في نسيج ميت متروك داخل الرحم على مدى 20 يوم وبينزل عليا دم لا بينتهي، ولا النسيج ده بيخلص ولا الموضوع جاله اخر يعني. ايوه اتفضلي. حضرتك دلوقتي انا عملت عمليه تنظيف بعد حوالي 20 يوم في التامين الصحي، ده كان شهر 5 اللي فات. بس يا دكتور من شهر 5 لشهر 12 طبعا باخد مرطبات ثانيه عشان الحمل. طبعا مفيش حلول. الحمل لمده 7-8 شهور يا دكتور. السنه اللي فاتت اول السنه السنه دي وشهر 1 حضرتك الدكتوره قالت تعملي اشعه بالصبغه. ماشي يا دكتور؟ ماشي. عملتها، طلع في مستشفى دمرداش طلع عندي انسداد في الانفستين يا دكتور. ايوه اللي ده وارد انه يكون واحد من مضاعفات النسيج الميت اللي ترك 20 يوم. ليش حد يقول لي سبب ايه في الانسداد من عند ربنا؟ انا عارفه كل حاجه بس ايه سبب يعني نوع سبب؟ ايوه يا فندم اديني بقول لحضرتك اهو، حضرتك لما جيتي تتكلمي وتشرحي الكلام ده وقفتك وقلت ان الكلام ده عشان ااكد وابين ان الكلام ده طبيا مش مظبوط. ازاي امشي بنسيج ميت داخل رحم؟ النهارده كنا في بدايه الحلقه بنتكلم على قنوات فالوب اللي هي عضو حساس جدا ويتاثر بالتهابات، فترك نسيج ميت داخل الرحم جنبها لعده ايام واسابيع.
جايز ربنا، انا اعرف واحده حصل لها كده وما حصلهاش حاجه. ايوه ربنا بيستر، لكن لا تعتمد على هذا، يجب ان تاخد خطوات طبيه صحيحه. العلاج اللي بيتاخد وبواقي داخل الرحم تركت 3 4 ايام اسبوع اكتر من كده يجب تفريغها. لا طيب انا عندي عصب، انا عصب التامين صحي دكتور، عارف ان هو مشواره كبير شويه. طب ماشي يا دكتور، حضرتك انا دلوقتي عملت شعبي صبغه طلع عندي سجاير، طبعا انا خفت وكده. الدكتور قال لي بص اديها تاني، اديها تاني يا دكتور في مكان تاني. قال لي الدكتور عملتها لي وهي تعملها لي، قالت لي الانبوبه اليمين فعلا مردوده بس الشمال ناس كويسه ممكن يحصل منها حمل. وما حصلش ليه؟ لا خدت بقى الاشعه دي دكتوره، وريتها خدت بقى التامين دكتور كبير قوي استشاري، قال لي فعلا الانبوبه اليمين مردوده بس الشمال نفس اللفظه. بيقول لي والله يا دكتور عبت بس ما خرجتش نفس اللفظه. ايوه يا فندم، اتملت بالصبغه بس ما بتخرجهاش، يعني ما هياش مثاليه. قصده يقول لك كده. اه اعملي منظار، عملت منظار تشخيصي حضرتك يا دكتور من حوالي 5 6 7 شهور دلوقتي، شهر 5 7 منظار تشخيصي. قال لي ان الانابيب فعلا فيها انسداد بس ممكن يحصل يعني انبوبه الشمال دي ممكن يحصل منها حمل. ايوه يا فندم، الانبوبه كفاءتها مش كويسه، فرص حدوث الحمل منها واردة لكنها ما هياش عالية. بس هو عشان شخصية حضرتك اللي مندفعة دي وعايزة، أنا عايزة أحمس الحمل بكرة، ده أنا كنت بحمل يا أولاد الإيه من 5 6 شهور، فهم بيرادوكي بالكلام. طيب يا ستي ممكن يحصل منها حمل، ما هي نفس الجملة الدكاترة ما بيكملوهاش. الجملة بتقول كده ممكن يحصل منها حمل وممكن ما يحصلش. انا وقت عملت شهر 5 اللي فات دوت المنظار، وقال لي انا بيب يعني بعد اول ما بزقت الامعاء مش عارفه يعني مش فهمتش كلامي قوي كويس الدكتور. قعدت حضرتك شهرين اتنين شهر 7 اللي فات ده من 5 شهور تقريبا، روح للدكتور بره تاني في عياده خاصه عمل لي حاجه اسمها عمليه نفخ. يا فندم اتلغت من الطب من 40 سنه، الغيت من الطب من 40 سنه، من اكتر من 40 سنه الغيت من الطب من اكتر من 40 سنه ألغيت من الطب من أكتر من 40 سنة. أعمل عليها يا دكتور؟ ألغيت من الطب من أكتر من 40 سنة. طب حضرتك أنا دلوقتي لما هو قال لي أنا أبوكين سلك والدنيا 100 100 وقعدت شهرين ما فيش حمل تاني، خدت منشطات دلوقتي. ألغيت من الطب من أكتر من 40 سنة، حضرتك شايفة بقالي دقيقة عامل إيه بإيدي؟ ها؟ 6 شهور. 6 شهور بعد المنظار الذي ادعي فيه أن الأنابيب كفاءتها مش كويسة، إذا لم يحدث حمل يجب التفكير في الوسائل المساعدة مثل الحقن المجهري. ده واحد. 6 شهور، وإذا الكلام ده ما كانش مكتوب في تقرير المنظار يبقى تقرير المنظار ده يجب أن يعاد النظر فيه، وإذا ما كانش حد قالهولك أديني بقوله لحضرتك. وأنا هسأل حضرتك سؤال أخير، هو ما حدش طلب من حضرتك كمان تحليل لمخزون المبيض من البويضات؟ لا خالص. وانت سنك 39 سنه واول كلمه بتقوليها لي بص شوف انا سني 39 سنه، ما حدش طلب تحليل مخزون المبيض من البويضات اللي هو بعد سن 35 سنه بيقل. اللي في اي ست تسعى الحمل وسنها يقترب من 40 اجراءه شيء حتمي، واللي ست سنها فوق 30 سنه اجراءه يفضل، والست اللي عندها التهاب مزمن في الحوض وفي الانابيب دي حاجه تضعف المخزون، فبالتالي تقييم المخزون بقى شيء حتمي جدا. وست عندها مشاكل في الانابيب ولا يحدث حمل وقد يتم اللجوء الى الحقن المجهري، فهذا شيء اساسي ومطلوب ومحدش طلب الكلام ده. ونفخ الانابيب، ها نفخ الانابيب ده لما تبقى الست بتروح عند حد مش عايز اقول لفظ ايه، نفخ الانابيب ده اسلوب الغي من الطب من فوق عن 40 سنه لثبوت عدم جدواه، ولان لو الانابيب مسدوده وحد عمل الكلام ده الانبوبه ممكن تنفجر والست تموت داخل العياده، ودي مأساة وقد حدثت عدة مرات أيام ما كانت التقنية دي بتمارس. تمام، مفيش حاجة اسمها نفخ أنابيب، هذا كلام يبكي. وللأسف الشديد أن البرنامج ده بتشوفه الناس من الدول العربية، فأنا آسف أنهم يسمعوا أن في ممارسات طبية في مصر كده، طبعا مش ده الطب، واللي بيعملوا كده 2 3 بالاسم معروفين، ولا يوجد شيء اسمه نفخ أنابيب، والكلام ده بطل. ونفخ الأنابيب ده لا يجدي ولا يفيد، وقد يضر لو الأنبوبة تنفجر، وقد يضر بإيه تاني كمان، لأن ده بيزود نسب حدوث حاجة اسمها إندومتريوزس، ده البطانة المهاجرة. وبالتالي ألغي هذا من الممارسة الطبية بدءا من سنة 1970 أو بعدها بعدة سنوات. وبالتالي مفيش حاجة اسمها نفخ أنابيب. وأنا عايز أسأل حضرتك وأسأل كل اللي بيسمعوا كده، حضرتك سمعتي حد غيرك
أبد الآبدين اتقال له تعالى أما ننفخ أنابيبك ونقول بقى الست النفخ الأنابيب وننفخها على كام والست دي نظبطها على كام ودي نظبطها على كام ونحط إيه والبلف يبقى فين ومش عارف إيه، ده كلام مبكي. تمام، مفيش حاجة اسمها نفخ أنابيب. ست تعمل منظار، أعلى تقنية طبية في التشخيص الطبي وعلاج الطبي للأنابيب، ويخرجوا من المنظار يقولوا لها عندك التهابات مزمنة في الحوض. ما قالوش الكلام ده، ما هو اللي قالوه يعني اللي أنا بقوله ده، والتصاقات ما بين الأنابيب والأمعاء والقولون، وما عرفناش نفك الالتصاقات دي لأن في خطورة على القولون. اللي أنا بقوله ده هو ما لم يقال لحضرتك، اللي ما بين السطور ما قدروش يقولوا لحضرتك الحقيقة عشان شخصية حضرتك مش قابلة إن حد يقول لك إن في مشاكل. تمام، وفي أنبوبة مسدودة والتانية لا تعمل بكفاءة. تمام، وإن قد يحدث منها حمل ودي مجاملة. تمام، فإذا لم فخذي فرص، بس الفرص دي لا تزيد عن 6 شهور اللي هم عدوا بالمناسبة، خلصوا النهاردة عدى 6 شهور بتوع بعد المنظار، ويجب كان عمل تحليل مخزون المبيض من البيضات. طب إيه بقى إذا عملنا تحليل المخزون وطلع المخزون قليل؟ يبقى 6 شهور اللي كانوا انتظار بعد المنظار ما لهمش جدوى، ويبقى عمل المنظار ما كانش مجدي قوي لأن كان الأبدى لما يبقى المخزون قليل نروح أعمل حقن مجهري. تمام، مفيش حاجة اسمها نفخ أنابيب، مفيش حاجة اسمها ست تروح عيادة الدكتور أنا رايح عشان معانا اتصال آخر. تفضلي يا عبير. عليكم السلام، تفضلي يا فندم. أيوه أيوه تفضلي. عليكم السلام، تفضلي. دكتور أنا عندي 30 سنة. أيوه. آخر مرة خلفت من 10 سنين. أيوه فندم. من 10 سنين. أيوه فندم. حضرتك كنت الحمل ده الحمل الوحيد اللي حصل من 10 سنين ده؟ لا أنا كنت أنا مرتين، يعني اللي قبليه كان من 3 سنين وآخر مرة دي من 10 سنين. أنا جايبة قبليه، يعني قبل 10 سنين كنت جايبة واحد تاني. حضرتك متزوجة في عمر 17 سنة وحصل حمل على طول؟ وبعده ب3 سنين حصل حمل تاني، والولادة الأخيرة كانت ولادة مهبلية. طيب، ومن وقتها لم يحدث حمل؟ لا، حصل حمل من 5 سنين كده ونزل في شهرين. أيوة فندم، فقط من 5 سنين حصل حمل مرة واحدة. ومن بعده ما حصلش تاني؟ لا، من بعده ما حصلش تاني. المشكلة إن هو الزوج عنده مشكلة، يعني. أيوة فندم. بس عامة دلوقتي دي مش مشكلتي، هو مش راضي يروح دكتور وكده، فدي مش مشكلتي أنا، مش مشكلتي الحمل. أيوة. مشكلتي إن أنا بتعب قبل الدورة خالص، يعني على طول صدري بيوجعني ويبقى صدري بيورم بيكبر. طيب يا فندم، ألم الثدي واحتقانه قبل الدورة ده عرض من أعراض التبويض الكويس. دكتور أنا من بعد الدورة اللي فاتت دي، آخر دورة دي كانت يوم 27، من بعدها بأسبوع صدري بيوجعني على طول. أنا متعودة على طول قبل الدورة ما تيجي بأسبوع، لكن بعد ما تخلص بأسبوع صدري مش مستحملة أحط إيدي عليه خالص. حضرتك رحت كذا دكتورة بكشف تقول لي مفيش حاجة، فأنا عايزة أعرف بس السبب ده إيه. حضرتك قالوا مفيش حاجة، بناء على إيه يا فندم؟ بناء على إيه؟ كشف عادي، يعني حد حطهم ايده على صدرك كده بذمتك ده يفرق ايه عن اللي انت عملتيه في البيت؟ يعني انا مش فاهمه. ما هو فندم حضرتك مش بتروحي لحد متخصص؟ بروح والله الدكتور. لا يا فندم، لا يا فندم، انا عارف وانا بقول اهو ده مش حد متخصص. دكتوره ثانيه عملت لي تحليل هرمونات، قالت لي مفيش حاجه، الهرمونات مظبوطه عندك ومفيش حاجه، فانا طيب. مش عارفه اعمل ايه حضرتك دي على طول بتعب، مش عارفه اعمل ايه. طيب هل بقى يعني اشخصه بايه؟ يعني مش عارف. بالذهاب لطبيب متخصص. تمام؟ خلاص. وفي الاغلب مش هيطلع فيه مشكله، هيطلع بس فيه حاجه فسيولوجيه، بس محتاجين ان ندعم التشخيص ده. شكرا يا دكتور. العفو يا فندم، اتفضلي. طيب حاضر، ممكن نشوف الصور، نشوف اول صوره من الصور عشان بس إذا كانت أول صورة من الصور تطلع على الشاشة إذا أمكن. دي الصورة لأشعة بالصبغة طبيعية، عشان في سيدة النهاردة بتتكلم على أشعة والأنبوبة وقالوا لي الأنبوبة مسدودة. الأشعة اللي بالصبغة بنحقن صبغة داخل الرحم، والرحم هو المثلث اللي متشاور عليه، وكلمة الرحم دي اللي في نص الشاشة. ثم في أنبوب أيمن، الأنبوب الأيمن بيبقى على شمال الشاشة عندكم، والأنبوب الأيسر على يمين الشاشة. والأنابيب عبارة عن قناة مصورة كده متعرجة، لها تعرجات لأنها زي الشعرة الحرير والخامة بتاعتها كده كويسة، في الهواء يبقى ليها تموجات كده، فالأنبوبة الطبيعية يبقى ليها تموج كده، يعني ما تبقاش ماشية زي الخط المستقيم.
وفي نهاية الأنبوبة في انتفاخ تمدد اسمه البوق اللي مكتوب عنده كلمة تسريب الصبغة. الصبغة هي اللون الأبيض اللي ماشي داخل الرحم راسما تجويف الرحم ثم داخل الأنابيب الأنبوبة اليمين والشمال ثم يصل إلى نهاية الأنبوبة. ونهاية الأنبوبة بقى فيه تمدد بسيط زي ما موجود على يمين الشاشة قدام حضراتكم اللي هي مكتوب كلمة تسريب الصبغة دي الأنبوبة الشمال، وهنا الأنبوبة دي بتخرج الصبغة. ده الشكل الطبيعي للأشعة اللي بالصبغة. قلت لحضراتكم قبل كده ان الأشعة اللي بالصبغة بتبين الأنابيب نافذة ولا لا، بتخرج الصبغة ولا لا، وبتبين ده بكفاءة عالية زي ما حضراتكم شايفين. أما الحاجة التانية اللي بتبينها الأشعة اللي بالصبغة انها قد تظهر وجود التصاقات في الحوض، لكن الأشعة اللي بالصبغة ليست قاطعة وليست دقيقة في تشخيص وجود التصاقات في الحوض. لا، عايزين نشيل الصورة دي نخليها الحلقة الجاية. الأشعة اللي بالصبغة ليست دقيقة تماما في تشخيص وجود التصاقات في الحوض. السيدة اللي كانت بتتصل النهاردة بتقول قالوا لي الأنابيب مسدودة، يعني الأنابيب ما خرجتش، ما دخلش جواها الصبغة. وبعدين بتقول عدتها تاني وقاموا رايحين تاني وحقنوا الصبغة بكمية أكبر وبعنف أعلى وبضغط أعلى، ففي ناحية ما دخلتش فيها الصبغة خالص وناحية دخلت فيها الصبغة لو نرجع لنفس الصورة اللي كنا شايفينها، وما حصلش خروج للصبغة اللي هي الإشارة اللي احنا مشاورين عليها بكلمة تسريب الصبغة أو تسريب الصبغة. لو نرجع للصورة تاني يا جماعة نجيبها على الشاشة، تمام؟ الجزء اللي مكتوب عليه تسرب الصبغة ده ما حصلش، يبقى الأنبوبة اتملت بالصبغة لكن ما خرجتش الصبغة، يبقى الأنبوبة دي كفاءتها قليلة. واضح هنا السيناريو اللي كانت بتحكيه السيدة واضح تماما، بواقي من الإجهاض تركت داخل الرحم لعدة أيام وأسابيع، حصل التهاب إلى بطانة الرحم، ومن بطانة الرحم انتقل الالتهاب إلى داخل الأنبوبة. التهاب الأنابيب يحدث تدمير لأهداب الأنبوبة زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة، ثم ضيق في الأنبوبة، ثم انسداد في الأنبوبة، وهي عدت بالثلاث مراحل دول. حصل تضمر للأهداب، ضمور وتدمير للأهداب، ثم ضيق في الأنابيب، ثم انسداد في الأنابيب، فبقت الأنبوبة دي ما يحصلش منها حمل. وفي أنبوبة منها بتنقط الصبغة، فهي ممكن يحصل منها حمل، بس حضرتك نسيت ان انا قلت المرحلة رقم واحد في التهاب الأنابيب ان يحدث تدمير للأهداب الداخلية للأنبوبة، والأنبوبة اذا دمرت الأهداب بتاعتها حتى لو نافذة وبتخرج الصبغة لا يحدث منها حمل، لان الأنبوبة الجزء الحيوي فيها الذي يحدث الحمل هي الأهداب بتاعتها التي تدفع السائل المنوي أو الحيوانات المنوية ناحية البويضة والبويضة المخصبة ناحية الرحم، وبالتالي إذا فقدت الأنبوبة أهدابها حتى لو نافذة حتى لو بتخرج الصبغة ففرص حدوث الحمل قليلة وقد تكون منعدمة. في سيدة اجتمعت فيها الظروف بتاعة عمر 39 سنة، بتاعة أنابيب حصل فيها التهاب في الحوض والأنابيب، حصل التصاق في الأنابيب، حصل تدمير للأهداب الداخلية، حصل انسداد في أحد الأنابيب، ومخزون المبيض المبيضات لم يجرى، وبالتالي فرص حدوث الحمل هيبقى عليها علامة استفهام أكيد. دي الأشعة اللي بالصبغة وكفاءتها ودقتها، ودي الأشعة اللي بالصبغة الطبيعية هنعود عيننا عليها لحد ما نشوف في الحلقة القادمة الأشكال اللي مش طبيعية، ويعني إيه انسداد في الأنابيب، ويعني إيه عدم خروج الصبغة، ويعني إيه انتفاخ في الأنابيب. هنناقش في الحلقات القادمة مشاكل الأنابيب لأنها المشاكل تأثيرها عالي جداً. بوعد حضراتكم إلى أن نعود ونلقاكم في لقاء قريب نستكمل حلقات الأنابيب وقنوات فالوب ومشاكلها. للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة والمعلومة العلمية الصحيحة جينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي. يا رب دايما 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 المعلومة العلمية الصحيحة، ما فيش حاجة اسمها نفخ أنابيب، ويا رب دايما 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 بشرة خير.